اخيرا اليوتيوب. في التيك توك سجلت يمكن 8 مرات 3 دقائق قلت كلام بتكلم بسرعه 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 ما يقدر، لانه وانا اقول كلمه واحده اقول الناس راح يفهمون كذا وراح يردون كذا، فاقوم اوضح لهم كذا وارد اوضح كذا وارد اوضح كذا وارد أوضح. ما خلص. المهم الاخ سال سؤال جدا جميل، يقول انه ماشي، يعني انا فهمت قصده، انهم مثلا عرفوا معنى الكلمات المصريه القديمه، مثلا يعني رمز الكذا معناه كذا ورمز الكذا معناه كذا، حلوين، بس شلون عرفوا النطق؟ هو مشكلته بس مع النطق نفسه، الاستنطاق نفسه، حلوين، ومن الاخر وبشكل مباشر ما عرفوا النطق. لحظه، هم الحين شلون ما عرفوا النطق؟ طيب واللي يروح عالم مثلا يعني مصر عالم الاثار وكذا يشوف الرموز ويقول هذه كذا كذا كذا، هذا قصر روح بتاح وهذا معناته كذا، ويقول بتاح مثلا او بتاح اوكي، يقول النطق شلون يعرفه بس ما يعرفه شلون. حلوين، العلم ما فيه الاتمام الكامل في اي شيء، زين؟ يعني انت مثلا الحين الطبيب يعرف ان هذا الشيء مثلا يرفع السكر، ويعرف مثلا كيف يرفع السكر، ويفهم ليش مثلا يصير التفاعل في الجسم بحيث انه ارتفع السكر عند فلان وهذا، وانا بس بفهم ليه ما يركبون كاميرات على طول الخط السريع تصيد اللي فحطون. حسبنا الله ونعم الوكيل. زين، ففي كاميرات راديو اللي تصيد الصوت وتمحط مخالفه بالطقاك يوم الحين، خلنا نفكر في هذا. زين، فهم توصلوا لمعرفه الحروف الساكنه ما يعادل الحروف الساكنه وليس الحروف المتحركه او ما يعادل حروف العله في اللغه العربيه، والباقي يعرفوه. خلونا نفهم الحين، باللغة العربية في حروف تعتبر حروف العلة اللي هي واو وألف ويا، هذه حروف العلة. حلوين، في اللغة الإنجليزية في حروف تعتبر حروف vowels، الحروف الصوتية أو الحروف المتحركة. طيب هذه الحروف المتحركة والصوتية الحين شنو علاقتها؟ ترى ما قاعد أشم القلم. زين، شنو علاقتها زين في في موضوع الفرعونية؟ يعني أنا الحين أعطيك مثال، كات، وين الحرف الفاول في كلمة كات؟ الأي. حلوين، وتتذكرون الشوكولاتة الحلوة اللي اشتهيتها الحين بطلب هذا أو بروح الدكان، كت وبعدين كات، تمام، كت كات. الحين هذا الحرف ساكن وهذا ساكن، هذا ساكن وهذا ساكن، الكلمة كلها تغير نطقها وين؟ بالفاول. هني الكلمة كلها تغير نطقها وين؟ بالفاول. فالفاول هو اللي يخلق موسيقى الكلمة. حلوين، الحضارة المصرية القديمة عرفوا كل الحروف الساكنة مالتها ولا عرفوا الحروف الصوتية مالتها، فشنو سووا؟ ها، أصبحوا يقربون أقرب نطق صائب للغة المصرية القديمة، أقرب نطق صائب. الحين كيف يعرفون أقرب نطق صائب؟ شلون؟ يستعينون بمن؟ منو اللي يعيشون داخل مصر؟ منو؟ نسأل، من الذي يعيش داخل مصر؟ منو؟ المصريين. المصريين قبل الإسلام شنو لغتهم؟ هذا بس، مو لغزتر، اللغة القبطية. هل اللغة القبطية هي الفرعونية؟ لا، اللغة القبطية المنطوقة في مصر الآن لدى النصارى أو المسيحيين، طيب المصريين
هل هي اللغة الفرعونية القديمة؟ لا. طيب أعيد الجملة، هل القبطية هي الفرعونية؟ لا. دريل دخلت مخوخكم، لأن كل الناس اللي جيت أنا أتكلم عن القبطية يقولون بس القبطية مش الفرعونية. طيب هذه مو الفرعونية، زين تحت إيه طيب هل هذه اليونانية؟ لا. طيب إذا هذه اللغة القبطية ليست يونانية وليست مصرية، إذن هي شنو؟ فما هي؟ هي مزيج من اليونانية والمصرية القديمة. حلو، احنا نمشي تاتا تاتا الحين. إذن اللغة القبطية الموجودة الآن في مصر والمنطوقة هي مزيج ما بين المصرية القديمة وكذلك اليونانية. حلو، وصلنا احنا الحين للخير، تمام. واللغة هذه سبحان الله حروفها يعني نفس اليونانية، هذه الألفا والفيتا وزيتا واللمضة، وينها اللمضة؟ لمضة يعني نفس اللام، ايه اه لا ال ايه اه وكابا وأوميكرون، وين الأوميجا؟ عندهم أوميجا؟ هذه الأوميجا، اه مسمينها أوميجا، ترى أنا توني شايف هذه، أنا توني طابعها، ايه نفسها، بس عندهم واحدة ثانية نفس الأوميجا. انزين، ومن هي اللغة الثانية الموجودة في زمن الحضارة المصرية القديمة وهي ما لها علاقة بالحضارة المصرية بس موجودة، موجودة في الدنيا يعني، موجودة في نفس القارة أفريقيا، من هي؟ الأمازيغية. حلوين، هل توجد لغات أفريقية منطوقة في يومنا هذا في أفريقيا كانت منطوقة في زمن الحضارة المصرية القديمة؟ نعم. حلوين، تمام. إذن الحضارة المصرية القديمة كانت في لغات في محيطها حية وأثرت وتأثرت منها وفيها، تمام. اللغة القبطية هي الشكل الأخير للمصرية القديمة، الشكل اللي قبل اليونان هي المصرية الصافية الفرعونية الصافية. حلو، كلام سليم، تمام. هل ممكن ان احنا يعني نستعين بحفيدة المصرية القديمة اللي هي القبطية في ان احنا نفهم الفرعونية اكثر؟ نعم، تمام. من استعان بهذه؟ كذلك العرب، عندك ابن وحشية وعندك علماء كثيرين من العرب، وراح اسطر لهم فيديو خاص الذين بحثوا واكتشفوا الكثير عن الحضارة المصرية القديمة. يعني الحضارة المصرية القديمة لا تتخيلون ان في فقاعة زمنية ما بين مصر الفرعونية وراها وقف الزمن، بعدها فجأة 4000 سنة ما في شيء، ما في حضارة، ما في ناس، هوب فجأة الرومان جو وبعدها مسلمين وانتهى الموضوع. لا، في تسلسل للأحداث، لما تتبع هذا التسلسل تقدر انك انت تستنطق اللغة المصرية القديمة لما تمشي بهذا التسلسل. حلوين، الحين احنا نمشي بالتسلسل. رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد في شبه الجزيرة العربية، في إبان انطلاق الحضارة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية، من اللي كان موجود في مصر؟ الرومان. حلوين، الرومان نفسهم لما كانوا هم قاعدين في مصر شنو كان دينهم؟ المسيحية أو النصرانية، تمام. حلوين، وكان في زمن الرومان كان هم في وثنيين، ترى وثنيين ما لهم شغل في النصر، تمام، بس شبه انعدمت مره واحده في فتره الاسلام وما قبل الميلاد، عفوا وما بعد ميلاد عيسى عليه السلام. فانت الحين عندك التاريخ الهجري تو بدا، قبل التاريخ الهجري بشوي كان في تاريخ ميلادي في مصر واعتنقوا الديانه المسيحيه وأتتهم بالقالب أو تبلورت وتشكلت بالقالب، طبعا هي بالآرامية، الأصل عيسى عليه السلام كان يتكلم بالآرامية ترى، بس أتت النصرانية لمصر وتبلورت واتخذت قوتها بالقالب اليوناني.
فأصبح هذا الشكل اليوناني المصري المندمج هو اللي صار اللغة المكتوبة والمنطوقة لدى المصريين. الحين قاعد نمشي في الأحداث شوي شوي حلوين. إحنا الحين مو بزمن القبطية قوية ومنتشرة في مصر وكذا، بعدها في بضع سنين إلا دخلوا العرب ترى، ولقوا الأقباط ولقوا كل موروثهم وهذا، وعرفوا ترى الآثار والفرعونية والأهرامات ما فهموها كلها لا، بس دروا أن في شيء اسمه حضارة فرعونية قديمة وأن في شيء اسمه أهرامات، فهم واعين تمام. اللي قبلهم إنزين الحين الرومان هم الناطقين باللغة اللاتينية إنزين، سيطروا على مصر. لا أنا حسيت إني لخبطت الناس. تا راح نمشي شوي. شوفي يا زعيم، نعيد. العرب دخلوا مصر نشروا اللغة العربية. جود. منو القبل العرب؟ الرومان. الرومان شنو لغتهم؟ اللغة اللاتينية. حلوين. منو قبل الرومان؟ اليونان. عظيم. اليونان شنو لغتهم؟ اللغة اليونانية. 100%. حلوين. قبل ميلاد عيسى عليه السلام ب196 سنة، إنزين، وعلى فكرة الميلاد عيسى عليه السلام في اختلاف، بس اختلاف ترى يعني سنة سنتين بس، المهم إنه 196 سنة، المصريين كتبوا رسالة بالمطويات وبالنقوش لليونان لما كانوا اليونان في مصر. حلوين. في رسالة سياسية كتبوها مع حكم أو هيمنة اليونان تمام، ألا وهي هذا حجر رشيد. حلوين. حجر رشيد مثل ما أنتم شايفين مكتوب بالديموطيقية. يعني شنو الديموطيقية؟ الديموطيقية الحين لما تسمع ديموغرافية هذا الشعب، ديمو دائما في اليونانية ديمو يعني شعب يعني ناس، ديموغرافية مثلا طيب، أو مثلا دوميستيك يعني أهلي وهذا، إيه، فكلمة الديمو يعني شعب. فالمصريين القدماء كانوا يكتبون بطريقتين للكتابة، في طريقة النقش اللي هي ما تسمى بالطريقة الهيلوغرافية اللي هي يرسم لك نسر والشمس وهذه الأشكال الشهيرة والمعروفة والمعهودة عن الحضارة المصرية القديمة، يرسم لك مثلا شكل حصان ولا إنسان واقف وكذا، هذه الهيلوغرافية، هذه الطريقة الهيلوغرافية. حلوين. ماشي، نجي لطريقة ثانية استخدموها المصريين للكتابة اللي هي الطريقة الديموطيقية اللي هم يكتبونها بالمطويات وبسرعة، وهذا لو تشوف شكلها تحس شكل لغة طبيعية ممكن أنت تكتبها بيدك يعني بشكل سريع، مو تنقش وحجر ومسامير وهذا لا، يعني تكتبها كتابة سريعة. حلوين. هذا الحجر إذن مكتوب فيه باللغة المصرية القديمة بالشكل الديموطيقي وكذلك الشكل الهيلوغرافي، وكذلك مكتوب باليونانية القديمة. هذه اليونانية، واليونانية القديمة ما كان في مساحة، يعني أنت الحين تشوف الحين كأن هذه كلمة بدأت، هذه من البداية كلمة بدأت وانتهت هني، طبعا الحجر منكسر بس هذا، وكأن أنت عاد على أوميجا نهاية اللغة اليونانية، نهاية الهجاء اليوناني أوميجا ليه هني تمام، ليه هني. حلوين. أي هذه ترى كلها كلمات متفارقة بس أنت ما تدري. يا أخي عطنا نسم. الطريقة القديمة اليونانية في الكتابة ما كان في نسم نهائيا تمام. فهذا الحجر من متى كان منقوش؟ 196 قبل الميلاد. عظيم. هل هذا الحجر هو نفسه اللغة المصرية القديمة بكل مراحلها؟ لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نفهم الحين الموضوع أكثر وأكثر. الحين أوضح لكم الموضوع أكثر. اللغة المصرية القديمة هل كان لها شكل واحد؟ لا. الصينية هل لها شكل واحد؟ لا. الفارسية كان لها شكل واحد؟ لا. في فارسية قديمة اسمها الفهلوية اللي هي أصل اللغة الفارسية وهي الفارسية تمام. فكل اللغات هذه القديمة الطاعنة في التاريخ لها مراحل ولها تغيرات. لهجة من لهجات اللغة اللاتينية اكبرت وصارت لغة كاملة اللي هي الإيطالية. فأنت الحين عندك شنو؟ عندك حضارة مثل الحضارة المصرية
مئات السنين ما تكلموا في نفس كل التفاصيل وكل يعني صفات اللغة كل هذه السنين اللي هي كانت موجودة، لا حقب مختلفة. فأنت الحين شنو تستعين فيه؟ الحين تقول رحنا فيها بس خلاص ضعنا، لا بالعكس، لما تكون حقب مختلفة معناتها أنت الحين وسعت احتمالات كثيرة أن في لغات ثانية من الأمازيغية ومن اليونانية ومن اللاتينية صايدين كلمة هني وكلمة هني وكلمة هني وكلمة هني، أوب صار التجميع. إلا خلاص يعني الحين بوضح لك، تخيل معاي، تخيل أن اللغة الإنجليزية انقرضت اللغة الإنجليزية، نتخيل أن سنة 2022 اللي ما بقى لها شيء، سنة 2022 خلاص انقرضت اللغة الإنجليزية. تخيل بعدها ب4000 سنة، يعني نتكلم سنة 6022، سنة 6022 ميلادية، تقول والله أنا ودي أفهم جرايد قديمة أمريكية، تستعين باللغات اللي عاصرت اللغة الإنجليزية وصمدت. تخيل بسنة 6022 ميلادية اللغة مثلا الإيطالية الصينية الروسية كلهم عاشوا وبس اللغة الإنجليزية ماتت، بس على سبيل المثال يعني. فشنو تسوي أنت الحين؟ تستعين بهذه اللغات حتى أنت مثلا تعرف نطق اسم ترامب، ترامب مثلا بالجريدة مكتوب ترامب، بالعربية مثلا تاء راء ميم باء، في الصينية تلقى لهم طريقتهم وحروفهم غير، بالروسية نفس الشيء، بالتركية مثلا غير وغير. حلوين، تشوف الحين ترد للغة الإنجليزية تقول هذه اللغة الإنجليزية يوم ماتت هل تفرعت منها لغة صغيرة أو لهجة صغيرة؟ تقوم تدرس هذيك اللهجة وراها تطلع النطق الأقرب للكلمات، إنما الفهم كمعنى خلاص أنت فاهمة فاهمة. يعني فك رموز الحضارة المصرية القديمة كفك رموز أنت قادر عليه، قادر عليه، ما يبي له شيء. ليه؟ لأن نفس الرموز الموجودة لليونانية لها عديلها، لها مقابلها الهيروغليفي والديمطيقي، فكفهم أنت فاهم فاهم، بس كنطق هني تستعين في لغة المحيط نفسه اللي أنت تبحث حضارته فيه، وكذلك أنت تستعين باللغات الأخرى، تجمع كل كلمات اللغة الأخرى الأمازيغية اللاتينية اليونانية اللغات الأفريقية الثانية، وبعدين تشوف القبطية زين، وتشوف لغات أخرى مثلا حتى السريانية الأرامية العبرية، تشوف بالضبط هم كلهم شنو يسمون، بتاح بتاح ولا بتاء مثلا ولا بتار ولا بتخ مثلا ولا بتوع ولا كذا، كلهم انت تعادلهم وتقربهم الى انك توصل الى اقرب 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 نطق. تقول الحين لو قالها قبطي شلون راح ينطقها كتقريب، فتقول وفقا لاقدر يعني او اكبر تقدير ان الفاول الحرف المتحرك راح يكون كذا وكذا، بس هني حدك. فعلشان كذي اللغة المصرية تلقى ان لما يشوفون النقوش وهذا يقول لك بتاح، او مثلا كليوباترا مثلا بهالشكل. فانا الحين بعطيكم مثال اختم فيه، ايجيبت، ليش مصر، ليش الحين مصر اللي هم مصريين عرب ويسمون بلدهم مصر، يجيك البريطاني يقول ايجيبت، طيب ليش البريطاني ما قال مصر؟ يعني مثلا التركي يقول مصر، تمام، المصريين يعرفون نفسهم منهم مصر ويسمون بلدهم الجمهورية العربية المصرية، يجيك الإنجليزي يقول أنتم إيجبت. ها نشوف يا الإنجليز من وين جبتم كلمة إيجبت؟ يقولون جبناها من الرومان باللغة اللاتينية، بالجا، النطق بالجا، أي بالجا. حلوين، حتى المصري إيجب شن إيجبت، تمام. يا الرومان اللي لغتكم اللغة اللاتينية، يا الرومان الإنجليزي يقولون إن أخذوا منكم هذه الكلمة، أنتم يا الرومان خذيتوها من منو؟ يقولوا لك خذيناها من اليونان، ردينا على حجر الرشيد وردينا على التاريخ اليوناني المصري. ها يا اليونانيين شنو تسمون مصر؟ إيجيبتوس.
أيجبتوس، أيجبتوس. ماشي يا اليونان، ليش سميتوا مصر أيجبتوس؟ الحين أقولكم ليش. تشوف اليونان عندهم هذا الاشتقاق، هذا الاشتقاق شنو نلقى آخره؟ بتاح. شنو معنات هذا الاشتقاق في اليونانية القديمة؟ يعني قصر روح بتاح. صدنا من اليونان إن في قصر لروح بتاح، عرفنا إن اليونان قايلين شيء عن أحد اسمه بتاح. وفي مصر لقط معلومة من كلمة، نفس هذا الإجراء تأخذه على كلمات كثيرة تستخرج جذورهم وأصولهم لين تكون معجم دسم عن المصرية، وراها تروح مصر وتشوف النقوش وهذا، وراها تستنبط وتستقرأ. حلوين. هل عالم واحد عمل هذا الشيء؟ لا. هل العرب هم من اكتشفوا الحضارة المصرية القديمة فقط هم لا غير؟ لا. هل هم الفرنسيين فقط هم لا غير؟ لا. هل هم الإنجليز فقط هم لا غير؟ لا. هل هم فقط الألمان فقط لا غير؟ لا. هو تكاتف من كل الحضارات ومن كل الأمم من زمن المصريين القدماء والأمم يدرسونهم، وبعدها لما سقطت الحضارة المصرية القديمة كذلك كان في علماء كتبوا عنها ودونوها واستقرأوها، وراها جو الرومان وكتبوا ودونوا، وراها جو العرب كتبوا ودونوا، وراها جو الفرنسيين كتبوا ودونوا، وراها سووا موقع اسمه اليوتيوب وجيت أنا أتكلم عنها. ففي ربط. أنا ما أدري ليش الناس حسبالهم أن الحضارات القديمة هذه مثلا الأكادية ولا السبائية أن في فقاعة زمنية إحنا خلاص البشرية كلها كانت جاهلة، ما حد ينقش، ما حد يكتب، ما حد يتكلم أي لغة من أي جذر، وكل الشعوب ما يعرفون شيء، جينا إحنا قمنا نسأل. لا. وبعدين إياك أنك أنت تظن أن اللغات يعني ما لها أصول وما لها جذور، كل اللغات لها أصول وجذور. فهذا هو جوابي. عقب 22 دقيقة بقول لكم ياها، ما أعرف اللغة عدل 100%، إنما قربوا تقريب شديد جدا. هل في المستقبل راح يتطور هذا التقريب؟ أكيد. طيب شنو الفائدة من هذا كله؟ ما أدري.